هنبدأ مع حضراتكم جولتنا الرياضية من فوز النادي الأهلي على سيراميكا بنتيجة 5-2 في المباراة اللي جمعتهم على استاد السلام ضمن منافسات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. فريق الإسماعيلي يتعادل سلبيا مع غزل المحلة في طبعا المباراة اللي جمعتهم على استاد الإسماعيلية ضمن الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. أما فريق نادي بيراميدز فحقق الفوز على فريق سمنود بنتيجة 8-0 في المباراة الودية اللي جمعتهم على استاد الدفاع الجوي في إطار استعدادات بيراميدز لمواجهة نادي إنبي في الجولة الثانية من بطولة الدوري. فريق مانشستر سيتي خسر من فريق بورنموث بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. من محمد صلاح قاد فريق ليفربول لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الفوز على برايتون بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. الدوري المصري محمد صلاح توج بجائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول ضد برايتون اللي انتهت بفوز ليفر على ملعب أنفيلد. كمان قاد نجمنا المصري عمر مرموش فريقه انتراخت فرانكفورت للفوز على فريق بوخم بنتيجة 7-2 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني. بيتواجد فريق انتراخت فرانكفورت في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 17 نقطة بينما تذيل فريق بوخم جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد نقطة واحدة. فريق بروسيا دورتموند الألماني فاز على فريق لايبزيج بنتيجة 2-1 على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة التاسعة من الدوري الألماني. بيحتل بروسيا دورتموند المركز الخامس برصيد 16 نقطة وطبعا لايبزيج في المركز الثاني برصيد 20 نقطة. اختير الدولي المصري عمر مرموش أفضل لاعب في مباراة انتراخت فرانكفورت وبوخم في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب دوتش بانك بارك. فريق نيس المحترف في صفوفه الدولي المصري محمد عبد المنعم حقق فوز على فريق ستاد بريست بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي. بيحتل فريق نيس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 16 نقطة بينما بيتواجد ستاد بريست في المركز العاشر برصيد 13 نقطة. دي كانت أبرز الأخبار الرياضية اللي معانا، لكن مزيد من التحليل لهذه المباريات هيكون مع مصطفى ومنى. شكرا لك يا محمد.